كل يوم بتشرق فيه شمس جديدة بتدينا دوافع بالقوة والنجاح وبتزرع فينا أمل عشان نقدر نعيش حياتنا ونقدر نعمر وطننا ونقدر نعمر بلادنا. في كل صباح وإحنا بنقوم فيه وفي الصباح الباكر بنكون مبسوطين جدا وسعيدين جدا وبيملانا الأمل والتفاؤل وحبنا لبعضنا البعض عشان نقدر نأسس لدولة الحرية والسلام والعدالة. أهلا بكل الناس اللي بيتابعونا في كل مكان وكل الناس اللي بيسمعونا عبر الموجة 91 FM. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا المشوار الصباح الجديد وهذه الحلقة الجديدة من BNFM. ودائما في كل صباح احنا بنقدم تحايا للوطن ولسان حالنا بقول عشان بلدنا المحتاجة لينا أكيد حنقدر نقدم القليل والكثير عشان بلدنا. خلونا دائما نكون متكاتفين، نكون مترابطين، نكون متحابين. خير سلام تنية ونية سليمة أكيد قادرة إنه تأسس لكل حاجة إحنا دايرينها في حياتنا وكل حاجة إحنا دايرينها في سوداننا. وقالوا زمان أهلنا النفوس لو طابت العنقريب بشيل مية. خلونا نتكاتف، خلونا نحب بعضنا، خلونا نبني طوبة طوبة ونبدأ من الصفر ونحفر ساس متين لبلدنا ولوطننا ولسودان. عصافيرا بلا سبحان الله حاجة إنه نكون متعايشين ومتسالمين متقبلين لبعضنا البعض، متقبلين لكل اختلافاتنا، متقبلين لإثنياتنا ولكل قبائلنا ولكل حاجة هي بتجمعنا أكثر ما إنه بتفرقنا. ومتسامحين، أهم حاجة متسامحين دينيا، فبالتسامح بنقدر نعلو بنقدر نبني. شمس عوافي وإن وطن بساطة أهل لما تلمهم قهوة في ضل عادي عادي في قعدم أنا قريب رجالا رجالا يسدوا عين شمس الله لو حرر يحضر ويصفوه. زمان حميد لما قال أرضا سلاح كان بيقصد معاني بعيدة جدا ومعاني كبيرة جدا بتتمثل في السلام اللي احنا دايرينه وبننشده دايما يوماتي في فض النزاعات البيناتنا القبلية وغيرها من الخلافات اللي بتفرقنا أكثر من ما إنها هي تجمعنا. ليه في كل مرة والتانية بتندلع نار في محل قبل ما نطفيها بتندلع نار في مكان تانية؟ ليه ما نكون متسالمين ونكون متحابين ومتقبلين قبائلنا ومتقبلين اختلافاتنا بإرثها الثقافي المتميز اللي نادر انه يكون موجود في شعب من الشعوب؟ بالتسامح وبالتعدد وبالاختلاف الموجود في قبائلنا وفي سحناتنا وفي ألواننا وفي لهجاتنا قادرين انه احنا نكون مميزين على مستوى العالم. فخلونا دائما نكون قريبين من بعض عشان بلدنا. رب ترب يخيب زرعة الفتن الناس ميهل سبك لبعيب طنبور والعلي وزغرب كم سبيل
جمعت بين عدد كبير جدا من الفنانين واجتمعوا إلا عشان بلدنا بتعددهم وباختلافهم باللهجات اللي يتغنوا بيها في هذا الأوبريت، دايرين وصلوا رسالة واضحة جدا، وإحنا شعب فنان بحب الفن وبحب الفنون، فالأوبريت ده قادر إنه يوصل لنا رسائل كبيرة جدا، قادر إنه تدعمنا وتدينا طاقة إيجابية وتدينا روح معنوية أو ترفع من روحنا المعنوية وتخلينا نبعد عن السلاح وأرضا سلاح، ونكون دائما قريبين من بعضنا البعض، قادرين إنه نأسس لسوداننا اللي بنحلم به ويوماتي أكيد بتكاتفنا وبترابطنا مع بعضنا البعض.
عشان بلدنا ده بيحمل كمية كبيرة جدا من المعاني السامية اللي احنا لو اتمسكنا بيها ونظرنا ليها بنظرة إيجابية وقدرنا نتأمل فيها ونفهم المغزى منها والمعنى المطلوب منها قادرين على كل حاجة وقادرين نعمل المستحيل. احنا من هنا خلونا نحيي أحمد البلال على العمل الجميل ده, ونحيي كمان الفنان شكر الله عز الدين لأنه عشان بلدنا يمكن هي الأوبريت عمل الأول والثاني والثالث, ده الأوبريت تاني وفيه مشاركين عدد كبير جدا من الفنانين التحالي ومنه مشاركوا في العمل ده عشان بلدنا بجد, وأنفق عليه شكر الله عز الدين من حر ماله عشان بلدنا, عشان بلدنا احنا قادرين نقدم كل حاجة. تحية من هنا لمجموعة الفنانين المشاركين في هذا الأوبريت. الناس كمان تعبوا عشان يقوم يخرجوا العمل الجميل ده ويوصلوه بالصوت والصورة, الناس اللي بيكونوا دايما موجودين خلف الكواليس احنا بنحييهم من هنا, منهم مهيد عباس اللي عمل على إخراج هذا العمل الجميل على رأس يمكن التيم العامل في التصوير وفي الصوت وفي غيره. وتحية الصوت دي دايما الناس بيكونوا تعبانين فيها شديد لأنه هو الصوت القادر انه يوصل الرسالة السامية والرسالة الجميلة بالصوت النقي والنظيف. الكلام ده لك يا حبشي طبعا. إن شاء الله إحنا بنتمنى كل الناس فنانين وبدعي بلادي في كل مكان يكونوا موفقين دائما في اختيار الجميل والمميز لإتهاش المواطن السوداني وإيصال الرسائل الجميلة والرسائل الإيجابية. إيدي على إيدين ود عمي وأخوي بالمعنى الأصح نبني كلنا نملأ